أعزائي المشاهدين أرحب بكم في هذه الحلقة من نبض البلد أنا مهند بيدين نلتقي اليوم في إطار الحديث حول العلاقات الأردنية الإيرانية والإيرانية العربية في ظل زيارة الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني للأردن والذي التقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم ووزير الخارجية ناصر جودة لمناقشة الكثير من الملفات والأسئلة حول هذه الزيارة وأهميتها في هذا التوقيت يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور أمير موسوي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية في طهران وأيضا من الأردن دكتور خالد الشقران مدير مركز الرأي للدراسات أهلا وسهلا بكم أهلا, أهلا بكم وسهلا أستاذ أمير نرحب بك في الأردن وبداية تسمح لنا أن تضعنا بأهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت بالنسبة لإيران ماذا تعني زيارة وزير الخارجية للأردن نعم شكرا لك وكذلك لضيفك الكريم دكتور خالد وللمشاهدين الكرام بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أن هذه الزيارة تأتي في ظروف مهمة وحساسة وصعبة ولكنها تأتي في مناسبة ميمونة وهي المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية فنتمنى أن تكون إن شاء الله لها آثارها ولها نتائجها الطيبة على مستوى المنطقة التي للاسف الشديد تدخل في معترك خطير جدا بسبب الفتنه الطائفيه القائمه الان هنا وهناك وبسبب الاقتتال العربي العربي الاسلامي الاسلامي وترك الكيان الصهيوني بهذه الاستراحه والاسترخاء التاريخي الذي ربما لا يتخيله يتخيل هذه الحاله في ذهنه ولا في منامه ولا في احلامه انه ترك الكيان الصهيوني لوحده و انشغل العرب والمسلمين بعضهم ببعض يكفر بعضهم البعض يقطع راسهم يقطع رؤوس بعضهم البعض ويحرقوا بعضهم البعض ويدمروا بناهم التحتيه فلذا نعتقد ان هذه الظروف ظروف صعبه الزياره مهمه برايي باعتبار ان هناك تطور ملحوظ في العلاقات الثنائيه هناك تبادل سفراء وصل الى مرحله جيده وكذلك انا اعتقد ان عمان وطهران يمكن ان يلعبا دور اساسي في تهدئه هذه التشاحنات في المنطقه وخاصه هناك مستجدات مهمه ومفصليه تحدث في المنطقه. أليك. هناك تاريخين مهمين تاريخ 20 من وعشرين من هذا الشهر الشهر الجاري 20 بدايه تنفيذ اتفاقيه جنيف النوويه لا. و22 بداية مؤتمر جنيف السوري فلذا نعتقد هذين التاريخين مهمين وربما ستكون لهذين التاريخين هزات وزلازل ارتدادية تحتاج إلى تنسيق إقليمي ودولي مهم جدا وخاصة بين الفرقاء والأشقاء في المنطقة عظيم شكرا لك أستاذ أمير دكتور خالد من حيث ما انتهى ربما الأستاذ أمير موسوي يحتاج ما بعد جنيف الى تنسيق ربما لمعالجه فراغ السلطه الذي ربما ينشا عنه في سوريا ربما الاتفاق على الحاله العامه في سوريا إذا قبلت إيران بدعوة ما يسمى الحضور مع الإيمان بضرورة وجود حكومة انتقالية الفتنة الطائفية التي تحدث عنها القتال العربي العربي الإسلامي كيف ترى أهمية زيارة وزير الخارجية الإيراني في ظل هذه المؤشرات التي تحدث عنها الأستاذ يعني, بداية نسمح لي أيضا أن نرحب بالضيف الكريم هنا معنا في الاستوديو وفي الأردن بشكل عام أهلا وسهلا فيك في الواقع يعني بدون ادنى شك زياره مهمه وتاتي بتوقيت مهم وحساس وفي الواقع يعني الكل في المنطقه يحتاج الى المزيد من الحوار من اجل الخروج من حاله التموضع اللي وجدت فيها معظم دول المنطقه مع ان الاردن من البدايه لم يكن ضد اي طرف ولا يحمل عداوات لا لايران ولا غير ايران آه لكن انا بعتقد ان هذه الزياره آه آه مهمه كمان الموقف الايراني منهم اذا آه آه ما خرجت السياسه الخارجيه الاردنيه الايرانيه آه من آه آه استخدام بعض المعادلات اللي ممكن تثير الحساسيه في مثل. المنطقه هلا احنا يعني تفضل ضيفك الكريم بالحديث عن التاجيج الطائفي يعني واستخدام المعادله الطائفيه جزء مهم من السياسه الخارجيه الادوات السياسه الخارجيه الايرانيه في الفتره السابقه واعتقد انه ايران بيدها جزء كبير من مفتاح الحل في في, في سوريا هناك كثير من الفصائل اللي موجوده نحن نتحدث الان عن القاعده في سوريا بس بالمقابل نتحدث عن اكثر عشرات الفصائل اللي أيضا مفتاحة في إيران المطلوب من السياسة الخارجية الإيرانية في هذه المرحلة أيضا أن تضبط هذه الفصائل إذا إذا أردنا أن نتحدث بموضوعية على كل من يتسبب في التأجير الطائفي يجب أن نتحدث بكل صراحة وشفافية حفاظا منا على سلميه المنطقه وعلى الاستقرار والامن في المنطقه والحصول على مستقبل زاهر في المنطقه. عظيم، استاذ امير يعني الوحده الاسلاميه كما تفضلت في مثل هذا الاسبوع تعيش المنطقه ذكر المولد النبوي ربما هي مناسبه للتصالح مع الذات اسلاميا. البعض يرى ان ايران مسؤوله عن بعض ارتفاع منسوب حده التوتر الطائفي أو الصراع إن شئنا أن نقول السني الشيعي بحجة دورها في سوريا بحجة دورها في مناطق أخرى بحجة أيضا مرجعية الإسلامية الأولى في العالم السني عندما زار الرئيس الإيراني السابق القاهرة قال له مفتي شيخ الأزهر بأن موضوع السنة والعالم السني والعالم الشيعي يجب أن نتصرف بود أكثر مما هو عليه اليوم ماذا تقول؟ يعني على الجميع ان يعوا المرحله ويعوا المشكله الحاصله بالضبط. هناك في الحقيقه توترات في المنطقه كانت قائمه منذ زمن، يعني بعد انتصار الثوره الاسلاميه في ايران عام 79، لم تكن هذه الامور في ذلك الوقت مطروحه، لكننا لاحظنا هناك تيارات بدات تستعدي الوضع الجديد في ايران لاسباب بسيطه وربما متعدده منها عندما استبدلت ايران العلم الصهيوني في قلب طهران إلى العلم الفلسطيني وسلم المبنى إلى حركة فتح وإلى منظمة التحرير الفلسطينية في طهران وبحضور المرحوم ياسر عرفات أبو عمار انقلبت الموازين كلها في المنطقة وأصبحت إيران في محك خطير مع للأسف الشديد مع أطراف إقليمية <applause> فلذا نعتقد ان هذا الامر ربما هناك القاءات ربما هناك تحرشات هناك تحريك من قبل اطراف لا ترغب باي تقارب عربي ايراني وانا هنا لا لا يمكن ان استبعد الدور الصهيوني في هذا الامر لانه يعرف جيدا ما معنى التقارب بين طهران والرياض مثلا يعرف ما ما معنى التقارب بين طهران وبغداد طهران والقاهره هذه امور يعني تقلب معايير خطيره ربما لم تكن لصالح الكيان الصهيوني، فلذا انا اعتقد هناك نوع من التحرشات والتدخلات كانت قائمه وما زالت للاسف الشديد، على اي حال انا لا اريد ان اكون في موقع المدافع، لكن هناك فتاوى تصدر في المنطقه علينا ان نحد منها، اذا كانت هناك فتوى تاتي من ايران علينا ان نحد عليها. أن نحدها ونمنعها و... يعني نسكتها بأي أسلوب كان لأن هذه الفتاوى تدمر تمزق وتضر بوحدة العرب والمسلمين هناك فتاوى متعددة تصدر أنا أعتقد أن إيران استطاعت القيادة الإيرانية أن تحد من هذا الأمر التطرف الديني في إيران ليس لدينا هذا الأمر في إيران منضبطة, منضبطة. من في... لا لاحظنا هناك صدرت بعض الأشياء في لندن لانها محسوبه على المذهب الشيعي فرضا لاحظنا الامام الخامنئي يتدخل شخصيا ويصدر فتوى باعتباره قائد سياسي ومرجع ديني اصدر فتوى لكن هل القيادات السياسيه في المناطق الاخرى تتصرف كما تتصرف القياده الايرانيه؟ كلا عظيم. خلينا اذا اعتقد لما نكون منصفين نتمنى من الجميع ان يحدوا هذه الظاهره التي تنفخ الهواء في هذه الشعل يعني النيران الطائفيه الموجوده هنا وهناك فلذا نعتقد العلماء لابد ان يكونوا على مستوى المسؤوليه المسؤولين السياسيين لابد ان لابد ان يحدوا من هذا هذا التوتر والتمادي في الحاله التكفيريه في المنطقه ولا بد من التواصل يعني هذا الزعل لا يساعد شيء اذا في شيء عندك يعني بعض الاشكالات على بعض السياسات لاي بلد لا من عن طريق الزعل والاستعداء تريد أن تعالج هذا الأمر لا بالعكس الزيارات مهمة الحوار مهم الاتصالات والمكالمات الهاتفية مؤثرة الحضور في مؤتمرات مشتركة تشكيل لجان مشترك مشتركة بين الأطراف حتى المتنازعة فلذا نعتقد الاتفاق النووي الإيراني الأخير بين إيران والغرب أفضل, أفضل مثال ونموذج بأنه يمكن حتى مع الأعداء أن يتم تفاهم لكن باسلوب حضاري من دون استعداء من دون تهديد من دون يعني تصعيد وبصوره نديه يمكن الجلوس والتفاهم، بالنتيجه هناك مشاكل لكل لكل دوله لكل مجتمع لديه مصالحه لديه برنامجه واهدافه، هناك ربما بعض الاحيان تتقاطع هذه المصالح، ربما بعض الاحيان تفترق، فلذا انا اعتقد من خلال الحوار والتفاهم بامكاننا كنخب سياسية كمسؤولين كشخصيات مثقفة وواعية لمصالح شعوبها وبلدانها يمكن أن تتفاهم لكن هذه الحالة الاستعدائية عبر الإعلام أن أصدر بيانات خطيرة أو أن أستهجن أو أن أستعدي أو أن اتجاسر، هذا الكلام انا اعتقد اصبح من الماضي وغير حضاري، علينا ان نتبنى اسلوب جديد للتفاهم للحفاظ على مصالح الشعوب وللحفاظ على استقرار المنطقه امنيا اقتصاديا وازدهار اقتصادي. شكرا دكتور خالد اشار ضيف الى انه عمليه الفتوى هي ربما من الاسباب المؤثره في موضوع الصراع وعدم انضباطها، شاهدنا حتى بالسعوديه وهي ربما مركز ثقل في العالم السني ظهرت عده دعوات لضبط الفتوى وعدم اطلاقها يعني بدون سبب. وفي ايران يقول ضيفنا العزيز بان الفتوى منضبطه ويتدخل الامام المرشد الاعلى في ضبط هذه الامور حتى وان صدرت خارج ايران. ما اهميه مسؤوليه هذه الطرفين في هذا الاتجاه؟ ولكن البعض يرى ايضا بنفس الوقت بان فصائل سنيه متطرفه كانت تمر الى البلاد العربيه عبر ايران، يعني الزرقاوي وبعض الناس اللي مروا من الى المنطقه العربيه العراق ومروا عبر ايران وثبت بانهم كانوا يمروا عبر الاراضي الايرانيه، ماذا تقول آه. في الرد على هذا سيدي انا يعني انا اتفق معك ويعجبني عندما استمع لمسؤولين او محللين ايرانيين قصة الايمان في الحوار لكن اتمنى انه هذا حسن النوايا في الخطاب الايراني سواء في الخطاب التحليلي او في الخطاب السياسي انه يترجم على الارض على الواقع الان في 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 عده اسئله تحتاج الى اجابات ايران تحتاج الى اثبات حسن النوايا في موضوع دول الجوار إيران تحتاج إلى إثبات أيضا حسن النوايا فيما يتعلق بالموضوع السوري إيران تحتاج إلى إثبات حسن النوايا في موضوع حتى موضوع محاربة الإرهاب الآن بعد احتلال العراق من الولايات المتحدة الأمريكية الكل يعرف انه سوريا وايران كان يعني مصدر رئيسي لدخول الجماعات الارهابيه سواء من افغانستان او من سوريا والكل هذا ليس ليس بامر خافي الان انتم في ايران ليست لوحدها من تكافح الارهاب كل دول المنطقة معنية بمكافحة الإرهاب نحتاج للتعاون نحتاج للتعاون لديكم فتوى منضبطة ربما أنا أتفق معك في الداخل الإيراني لكن للأسف هذه الفتوى المنضبطة أصد... تم تصديرها للخارج فنشاهد أبو الفضل العباس في سوريا ونشاهد نشاهد أكثر من 17 فصيل إسلامي أنا أنا أتفق معك بأن القاعدة تحتاج إلى جهود مكثفة من قبل من كل قبل الدول وتعاون لكن تفضل حزب الله الفضل أبو العباس الحرس الثوري الإيراني لواء الفقار المغاوير لواء الحسين عصائب أهل الحق جيش المهدي لواء الحسين لواء سيد الشهداء كل هؤلاء يعملوا على الارض ضد الشعب السوري وهناك اكيد بالتاكيد رايت فيديوهات ورايت مشاهد من من الاقتتال داخل من الطرفين سوري. انا انا اتفق معك بانه نريد تهدئه في الموضوع الطائفي في المنطقه باي سبيل إن كان ولا سبيل الا في الحوار وانا اؤمن معك واتفق معك بانه الحوار السلمي والحوار وحل القضيه السوريه لابد ان يكون بالحل السياسي لكن ايضا ايران مطالبه حتى آآ آآ تظهر حسن النوايا للدول العربية أن تضبط المسألة في البحرين أن تضبط المسألة في شرق السعودية أن تضبط المسألة في اليمن أن تضبط المسألة حتى في العراق الآن أن أنت وكلكم تشاهدون ما يحصل في العراق إيران لها نفوذ في في مختلف المناطق التي تحدثت عنها إثبات حسن النوايا أنا أعتقد خطوة أساسية مطلوبة من إيران الآن وبعد ذلك أنا أعتقد أنه العرب ليس لديهم مشكله مع جيارهم التاريخي، بالتاكيد انتم اقرب حتى الى دول الخليج من الاردن وسوريا الطبيعيه، فبالتالي الوضع الطبيعي ان يكون ثمه حوار ما بين ايران ودول الجوار، لكن عندما نرى بان الخطاب السياسي في ايران خطاب معتدل ونشاهد على الارض الكلام مختلف تماما فهذا يثير مجموعه من التساؤلات تحتاج الى السياسه الايرانيه الى مراجعه شكرا لك دكتور خالد شكرا بعد الفاصل اعزائي المشاهدين ابقوا معنا في عدد من الاسئله والملفات المتبقيه من جديد ارحب بكم اعزائي المشاهدين ونعود لبقيه حوارنا حول موضوع ايران والعرب في ظل زياره وزير الخارجيه الايراني الى الاردن. استاذ امير اذا كان لديك تعليق قبل ان نسالك يعني على ما تفضل به الدكتور خالد. يعني طبعا انا احترم راي الدكتور خالد لكن باشاره سريعه ما يحصل في العراق مثلا يعني هو اشار الى ان هناك تيارات وما شابه ذلك انا اعتقد ان هناك تجربه جديده تمت في العراق وما حصل في العراق هو بدعم يعني بمساعده بعض الدول الخليجيه للاحتلال الامريكي دخول قوات امريكيه اسقطت الرئيس صدام حسين ومساعده ايران ايران ما دخلها إيران ما دخلت في الموضوع سكوت إيران الآن إيران متهمة نعم. بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سكوتها فقط نعم. لكن لا ينظر إلى البوارج الحربية والطائرات والأسلحة والجيوش التي دخلت من الحدود الجنوبية للعراق وأسقطت النظام بصورة فيزيائية وليس فقط في القصب وإنما جيش دخل نعم. فلذا أنا أعتقد عادي هاد يعني هاد آه كان عادي وطبلوا له خسرت هذه الدول هذه الدول خسرت الرهان في العراق بسبب الانتخابات التي تمت في العراق. هم كانوا يتصورون بعد اسقاط صدام حسين سيستلم الحكم في العراق مع هذا يعني مع هذه الفواتير التي دفعوها ماليا وسمعه وامكانيات وضعوها تحت تصرف الاحتلال الامريكي. لكن راوا ان الخيار الشعب العراقي شيء اخر. الشعب العراقي ينتخب من يريد العلاقه الطيبه التاريخيه مع طهران ومع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. فلذا أنا أعتقد من تلك اللحظة بدأ الإرهاب يدخل إلى العراق فالضحية الآن متهم في العراق التفجيرات أين تقع؟ من يقتل؟ 11 سنة تقتل مكونات في مناطق محددة والكل يعرف يوميا 20 30 50 شخص يقتلوا من الابرياء من الزوار من المتسوقين من الطلاب من اي كل الاتجاهات فلذا للاسف الشديد هذا الارهاب دمر العراق ودمر المقدسات واستهدف التجربة السياسية الجديدة التي هم أوجدوها يعني الآن المملكة العربية السعودية إلى الآن لا تعترف بالوجود العراقي بالتجربة السياسية العراقية فلذا أنا بينما إيران منذ اللحظة الأولى اعترفت بالتجربة الجديدة هل كانت صحيحة أو خطأ اعترفت أن هذا وضع جديد حصل في العراق ربما لأنه أطيح بخصم على أي حال هم, القديم. هم نعم. أسقطوه وإيران اعترفت بالنتائج وإيران استفادت من النتيجة. على أي حال هذا هذا كل بلد يمكن أن يستفيد يعني هذه نقطة، النقطة الثانية فيما يخص سوريا يا أخي الجهات التكفيرية دخلت سوريا منذ البداية بينما حزب الله دخل متأخرا عندما رأى الأمور يعني المؤامرة خطيرة على وجوده وعلى وجود المقاومة وخدمة للكيان الصهيوني لضرب لبنان والمقاومة في لبنان هذا تحليله لكن دخل متأخرا أبو الفضل بقية حتى أبو الفضل الصال. العباس أنا ما أعرف هذه الأسماء التي تقولها، هلأ أسماء على أي أسماء موجودة, آدي. 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 موجودة في سوريا وتعترف أصلا بأنها موجودة في سوريا أنا شو أقول؟ يعني لنفرض أن هذه المجموعات التي تفضلت بها صحيح. هناك اتفاق يعني في رغبة من الجميع الذين يدعمون الوضع السياسي في في سوريا. أولاً هذا ليس عيباً عندما تكون علاقات رسمية بين بلدين. التأكيد. العيب العيب عندما يكون هناك دعم لمسلحين وجماعات مسلحة في بالتأكيد. بلد مستقل بالتأكيد. صحيح؟ بالتأكيد إيران لديها علاقات استراتيجية مع سوريا لشأن إقليمي وليس للموضوع الداخلي هذا منذ انتصار الثورة الإسلامية في منذ عام 79 المرحوم حافظ الأسد عمل هذه العلاقة للتصدي للمخطط الصهيوني الأمريكي في المنطقة طيب. لذا طيب. أنا أعتقد بصدقائم. أنا أعتقد عفوا فقط بدي جملة واحدة تسمح لي, لي معنا اتصال يعني, يعني يجب أن نأخذ اتصال ومن ثم نعطيك الفرصة أيضا الدكتور خالد أيضاً بالرد دكتور هاني أخر شيء أستاذ العلوم السياسية في جامعة البيت مساء الخير دكتور هاني يا النور. دكتور هاني معنا دكتور أو الأستاذ أمير موسوي مدير مركز دراسات استراتيجية وعلاقات دولية في طهران والدكتور خالد الشقران نمسي عليك جميعا ونسأل آآ آآ إذا كنت تتابعنا أولا تعليقك على ما جاء في حديث السيد إذا كنت تتابعنا دكتور هاني خورشيدي أو تسمعني حول دور إيران في المنطقة، يعتبر الأستاذ موسوي بأن ما تقوم به إيران هو نوع من الدور الفاعل والمصالح والدور الإقليمي منذ سقوط العراق وثم الإعتراف بالنظام السياسي الموجود واليوم هي تقر ما يحصل من تدخل لحزب الله في سوريا بإعتبار الحفاظ على دوره المقاوم ومصالح إيران الإقليمية منذ قيام الثورة الإيرانية وحتى اليوم ماذا ترى في الدور الإيراني وأثره على العلاقات العربية العربية والسلام في المنطقة ونبذ التطرف نعم مساء الخير لك ولبرنامج رؤية ونبذ البلد ولضيوفك الكرام دكتور مهند أهلا بك أولا كما هو معروف يعني بعد احتلال العراق من قبل الأمريكان أصبح ما يسمى بالمنطقة هناك انكشاف استراتيجي في المنطقه العربيه. نعم. وبعد يعني ذهاب الشهيد شهيد شهيد الاضحى صدام حسين لا شك بانه هذه المنطقه عانت من هذا الانكشاف وجعلت دول الان تخرج الى الساحه والى الصفر. لا شك ان ايران دوله اقليميه. وتسعى الى دور وهذا حق طبيعي لاي دوله. فاذا الدول الصغيره تبحث عن دور فهذا حق ايضا لايران. لكن هناك حلول عربيه. نحن نطالب ايران بان يكون لها الدور الايجابي في مساله المشاكل العربيه. خاصه اذا لم يطلب منها التدخل آه وكلنا آه نعلم بان لغه المصالح هي الغالبه على كل العلاقات الدوليه صحيح فاين كانت ايران من احتلال العراق آه والان المطلوب فقط آه ألا لا آه نتمترس وراء امور مذهبيه او طائفيه. ما. نحن بحاجه الى توضيح مصالح بين الدول. وبالتالي ارى بانه مطلوب يعني دور ايجابي لايران داخل سوريا، كما هو مطلوب ايضا من الدول الاخرى ان يكون تدخلها ايجابيا في المساله السوريه. عظيم. لأن الان نلاحظ هناك تداخل خنادق صحيح وهناك انحراف بالبوصله مطلوب انه الان إنه يكون هناك نوع من النظره الاستشرافيه لأن هناك الان قوه تكفيريه تحاول انها توجه البوصله الى صراع اخر انتهينا منه كامه منذ الصفين والجمل شكرا لك دكتور هاني اخو رشيد استاذ العلوم السياسيه في جامعه البيت واضح تماما يعني متفق معكم انه لازم ندور ايجابي لايران في سوريا وايضا للدول العربيه الاخرى عندي تعقيب في سوريا. يعني يعني انا دكتور مره اخرى باعتبار انه احنا الاثنين خلفيتنا من مراكز دراسات يعني انا ما كنت بتمنى عليك كمحلل سياسي انه تحكي بوجهة نظر طرف دون الآخر أنا أتفق معك تمام بأنه هدفنا في المنطقة محاربة الإرهاب ومحاربة التطرف أيا كان مصدره ما في داعي يعني ما كنت بحب أسمع منك أنه بتدافع عن وجهة نظر حزب الله بدخوله إحنا, إحنا لسه اتفقنا من البداية على أنه مبدأ احترام عدم التدخل في الشؤون الداخلية الدول والقضية أنه إنه السياسة الخارجية الإيرانية فيها في الأمر في سوريا لديها تدخل واضح في سياسة هذه الدولة شعب لديه أسبابه ليقوم بثورة فلندع هذا الشعب ونظامه السياسي ينبغي أن نترك الخيار للشعب كما تطالب بقية الدول العربية باحترام الخيار خيار الشعب في العراق يجب أن تنطبق الحالة على احترام خيار الشعب السوري أيا كان سواء كان ببقاء الأسد أو خروج الأسد هذه نقطة نقطة الأخرى يعني أنا كمان أرجوك موضوع المقاومة والممانعة يعني ونتحدث سوريا ليست نظام الأسد سوريا شعب سوريا مكون، سوريا تاريخ، سوريا حضارة، ليس مرتبطة بعائلة الأسد ونظام المقاومة والممانعة لا يرتبط بدول الأردن منذ أن وجد وهو في حالة مقاومة مع الاحتلال ال ال الصهيوني. وهذا أمر موجود ولازال حتى الآن بعد اتفاقية السلام لازال الأردن يحول دون كثير من الكوارث التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة المقاومة والممانعة ليست حكر على طرف يعني إذا كانت سوريا وحزب الله مقاومة ممانعة الباقيين متآمرين مثلا على المنطقة العربية هذا المنطق اللي يطرح هو جزء من عملية رفض الآخر هلأ انا احترم كل الشعب الاردني كان في 2006 مؤيد للمقاومه في جنوب لبنان لكن الان في نسبه كبيره من العرب بدلت موقفها من حزب الله نتيجه لتدخله في سوريا من يقتل هو الشعب السوري ومن يقتل الشعب السوري النظام وال وكل من تدخل في عمليه التاجيج الطافي النقطه التي يجب ان نتفق عليها إذا اتفقت أنا وأنت ك يعني كطر... كطرفان إذا اعتبرنا أنفسنا طرفان، إذا اتفقنا على محاربة الإرهاب يجب أن نحارب الإرهاب أيا كان مصدره، صحيح. وبغض النظر سواء كانت فصائل من الطائفة سين أو من الطائفة آآ آآ صاد، التدخل في سوريا مرفوض من كل الأطراف طالما أن هناك شعب سوري يريد أن يقرر مستقبله بالطريقة التي يراها مناسبة. طيب. بسم الله أستاذ أمي. أيوة. يعني يعني بصورة سريعة أنا لا أريد أدخل في سجال في هذا الموضوع لأنه في الحقيقة هذا ياريك. الكلام نعم, نعم نطرح لكن بصورة عاجلة أنا برأيي أنه عندما تستهدف أطراف محددة في سوريا من خلال أطراف أخرى يعني من حق الآخرين أن يدافعوا عن نفسهم. حزب الله تعرض أنا لا أدافع عن حزب الله لكن الأدبيات أنت لاحظ منذ اندلاع يعني بدء الاضطرابات في سوريا بدأ الناس يتكلموا الناس الذين لديهم أجندة واضحة لضرب المقاومة في المنطقة بدأوا يحرقوا بعلم حزب الله في درعة بعد الأمور ما تبينت بدأوا يتجاسروا على المقاومة والامور ليس هذا بيدفع لا لا الشعب السوري لا ما دخل ما ما قتل الشعب السوري لا هذا الكلام ما صحيح اولا الشعب السوري مهمش الشعب السوري لا. ليس له اي دور في التطورات في د من, من, التطور؟ من قام في الثوره في ما سوريا؟ في ثوره في سوريا ما في ثوره لا في اضطرابات حصلت اضطرابات حصلت في سوريا استغلت تسم... تسمونها اضطرابات نعم الطرابات؟ كانت المفروض تصير ثوره للاسف الشديد التكفيرين دخلوا مبكرا في, في العمل و... وافسدوا الثوره او الاضطرابات التي كانت التكفيرين سرقوا الثوره نعم تقدر اعدادهم بكم بالمناسبه؟ الان الثورة. وصلوا الى 110 ألف هذه حسب لا. الاحصاءات الغربيه و وعندك اكثر من لا. 200 الف مقاتل من الالوان لا, لا, ما في هذا الكلام ما صحيح انا طب اقول لك بصراحه هذا الكلام ما صحيح لكن مع هذا مع هذا حزب الله ماذا يقول الان؟ لانه هو الان غائب و يقول كل الاطراف تخرج نحن نخرج لانه دخل بسبب دخول الاخرين واستهدفت اهداف استراتيجيه للمقاومه في سوريا مصالح له هناك واستهدف الشعب السوري قبل كل شيء اليوم الشعب السوري ممزق الشعب السوري ليس له اي دور احمد الجربه يقف ويقول فلان يبقى وفلان يرحل اين الشعب السوري من يقرر اسمح لي بس فلذا أنا أعتقد فلذا انا اعتقد الحل الوحيد هو ان يقرر الشعب السوري آه مصيره النظام بالتأكيد السياسي بالتأكيد من يرحل من يبقى بالتاكيد هذا قرار الشعب السوري اذا كان لنا دور علينا ان نساعد كلنا ندفع بهذا الاتجاه ان يستطيع الشعب السوري وسحب كل الاطراف نعم من الجميع, بخارج الجميع لازم ينسحب نعم الجميع لازم ينسحبوا آه كل الاطراف تنسحب يبقى الشعب السوري يعالج قضيته ونحن نساعده في سبيل ان يضع حل سياسي لهذه الازمه معلش يمكن, يمكن انا بس بحكم بحكم الجوار يعني انا مدينتي في قريبه من درعا بس أكيلك معلومه يمكن بعرف إذا كنت بتعرفها او لا هلا انا اتفق معك أن القاعده موجوده في شمال الشرقي لسوريا لل 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 لكن انا اؤكد لك تماما ان محافظه درعا تخلو من القاعده لماذا ال 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 طيب. كل التيارات السياسيه سواء حزب الله طيب. وابو الفضل العباس تقاتل داخل درعا يعني طيب. هذا كمان انا 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 لا يعني لا اتهم طيب دكتور طيب. خالد لكن خاند. احنا الان منثير قضيه تحتاج الى في صراع, صراع على سوريا تحتاج خاند. الى انا برايي الجميع لابد ان ينسحب دكتور خالد واستاذ امير يعني في صراع على سوريا يعني نعم. سواء من الطرف هذا ولا من الطرف هذا إذا فضلت تسميها اضطرابات نزاعات ثورة في النهاية سوريا تدفع الدم اليوم أيوة، الشعب أكثر الشعب سوري. سوريا الشعب وسوريا غيرها دل التعليقات عندنا ال لكن فتوح, ذكري فتوح ذكري عبر تويتر تقول السيد هاني تقول طرح موضوع يعني انا ممكن اشاره بسيطه لو سنعود اليه سنعود اليه استاذ امير فتوح تقول يجب بناء الثقه اتخاذ اجراءات بناء الثقه بين الطرفين العربي والايراني مرام سماره تقول يجب ان نقبل بالدعم الايراني بسبب الوضع الاقتصادي وتذكرنا بعرض وزير الخارجيه الايراني الاسبق صالحي وهناك بعض التعليقات الاخرى خلينا دكتور استاذ امير يعني انتم تزورون الاردن في وانتم تعرفون ان الاردن في معسكر الخصومه السياسيه لايران بمعنى انتم صحيح تعتبرون أن الاردن نهج اعتدال ودوله معتدله لكن الاردن هو في طرف في الطرف السعودي والطرف الخليجي والطرف العربي الذي يرفض التدخل الايراني في المنطقه معنى الزياره لعمان هل هي كما اشارت مصادر لوساطه اردنيه مع السعوديه هل هي لبحث عن ملء الفراغ الذي ربما يتحقق بعد جنيف اثنين ام لا يعني انا ذكرت في بدايه حديثي هناك ربما اشكالات موجوده لكل بلد على البلد الاخر لكن كيف الحل هل نبقى في قصورنا وفي مكاتبنا ابتعادنا وزعلنا ما تحل ما تحل اي مشكله من المشاكل اذا التزاور والتحاور والتواصل مؤثر جدا انا اعتقد ان اليوم الدكتور محمد جواد ظريف عندما التقى بجلاله الملك والتقى برئيس الوزراء وكذلك <applause> وزير الخارجيه وربما لقاءات مهمه اخرى اعتقد انه سيوضح الكثير من هذه الرؤى والاشكالات التي تفضلت بها. يعني لدى ايران اجوبه ربما تكون مقنعه ربما تكون غير مقنعه. اذا كانت مقنعه فبها تستمر الامور الى الامام، اذا كانت غير مقنعه عليها ان تاتي بالادله بالاجوبه يعني المقنعه. نعم. الهدف هو التواصل والتفاهم. يا اخي على كل لكل على ثوابت اليوم المنطقة ممزقة اليوم الاستهداف واضح من للجميع لا يسلم منه احد لا الاردن ولا ايران ولا السعودية ولا الجزائر ولا اي بلد عربي انا اعتقد ان الاستهداف للجميع فلذا لابد من تعاضد الجهود الحوار لا يفسد في الود قضية صحيح في اختلافات لا ويساعد على ترطيب الاجواء وايجاد حلول سريعة يا اخي عندك اشكالات عن سياسة ايرانية محددة إيران لديها إشكال كذلك عن سياسة سعودية محددة في الحوار والتفاهم السيد روحاني يقول يا ناس تعالوا نجلس شكلوا لجان في مشاكل مشتركة وفي مصالح مشتركة لا بد من معالجتها هذه المعالجة بقى عبر الحوار تعتقد أنها بحثت هذه المسألة ربما تكون بحثة. نعم أنا أعتقد اليوم طرحت أمور مهمة جدا وأعتقد أن الشعبين الأردني والإيراني سيرى خيرها في الدرجة الأولى وشعوب المنطقة سترى خيرا قدمت كذلك. عروض اقتصادية؟ يعني هناك مقترحات مهمة جدا نتمنى ان تكتمل طواقم السفارتين الايرانية والاردنية نسبة التمثيل في الاردن في ايران بحثت؟ يعني هذه, هذه رغبة ايرانية مجدة وملحة لأن الجانب الايراني ربما اكمل صحيح. وتفضلت الحكومة الاردنية بقبول السفير الجديد صحيح. على ما يبدو أنتم نتمنى مننا. نتمنى, صحيح. نتمنى صحيح. ان يحضر السفير الاردني الى طهران في اسرع وقت ممكن وخاصه ان السفير الاردني الاسبق المرحوم الشيخ نوح في الحقيقه يعني لعب دورا اساسيا وكانت لدي علاقات شخصيه خاصه به باعتباره رجل رحمة الله. وسطي ومعتدل ورجل فاضل وعالم واثر كثير على النفوس الايرانيه في الحقيقه وفتح علاقات طيبه جدا وكنا نتمنى ان تتوسع هذه عظيم. الامور وتستمر فلذا نامل من الحكومه الاردنيه ان شاء الله ان تستعجل في هذا الامر وان لا تبقي سفارتها فارغه من السيد السفير. شكرا استاذ امير بعد الفاصل اعزائي المشاهدين المزيد من الاسئله والتفاعل بانتظار تفاعلكم معنا. من جديد ارحب بكم اعزائي المشاهدين نعود الى حوارنا دكتور خالد الشكران سمعت ما تفضل به الاستاذ امير حول ان الزياره ربما تعود بالخير على البلدين والشعبين الاردني والايراني وان هناك قضايا طرحت من ضمنها الاقتصاديه واقر ايضا ببحث موضوع العلاقات العربيه العربيه بالذات في الموضوع السعودي. الأستاذ طارق مسار ويتحدث اليوم في مقالته في الرأي الضيف الإيراني يقول بها إذا صح خبر زيارة وزير الخارجية الإيراني لعمان فإننا نعتقد أن هذه الزيارة هي جزء من انفتاح إيران على محيطها العربي وعلى العالم وأنها بداية لعلاقات طيبة بين دولتين لكنه يقير يقول اثنان من سفرائنا قضوا سنتين أو أكثر في طهران ولم ينالا حظوة مقابلة أي موظف في قسم الشرق الأوسط بالخارجية الإيرانية واعتذر الاثنان عن إكمال مهمتهما هل نرسل سفراء ولا يطلعون على شيء مع انه اكد على وجود تجربه للسفير المرحوم الشيخ نوح نقضاء بشكل ايجابي، هل هذا مرتبط بصعود التشدد في ايران وقد زار الملك ايران في اثناء زياره الرئيس خاتمي منذ عام 2005 لم تشهد العلاقات اي تطور الا عندما زار الرئيس وزير الخارجيه الاسبق صالح عمان وقدم شبه عروض اقتصاديه، هناك من يرى ان ظريف جاء اليوم ليؤكد هذه الطريقه في اعاده العرض الايراني في ظل الانفتاح الايراني مع رئيس جديد. تفضل بالتاكيد يعني بتقديري للموقف الاردني الموقف الاردني مؤيد لاي خطوه باتجاه في المنطقه وباتجاه تعظيم الحلول السلمية بالحوار طبيعة الأردن طبيعة السياسة الخارجية الأردنية تؤمن دائما باستنفاذ كل الحلول السلمية وحتى فيما بعد استنفاذ الحلول السلمية تعود للحلول السلمية فهذه هي السياسة الخارجية الأردنية الزيارة بالتأكيد مهمة زيارة بالتأكيد ستفتح ونتمنى أن تفتح مزيدا من الآفاق الزيارة أعتقد ربما تكون خطوات وبداية جيده للبناء عليها في المستقبل، اذا التزم الطرف الايراني ينبغي ان لا يغيب عن ذهنه قصه اننا جزء من محيط عربي، الاردن يعيش في اقليم عربي وهو جزء من المنظومه العربيه وبالتالي اعود لما قلت في البدايه ايران مطالبه ليس فقط في الاردن، موضوع اثبات حسن النوايا مع دول الجوار. موضوع عدم التدخل في الشأن الداخلي هل يمكن ان تكون الاردن بوابة لفتح مغاليق الكلام بين بالتأكيد, بالتاكيد أشوف تاريخيا العلاقه الاردنيه الايرانيه علاقه كانت متميزه هلا في بعض الفترات يشوبها صعود وهبوط في في مقياس هذه العلاقه لكن بالتاكيد ليس ليس ثمه حاله عداء بين ايران والاردن وهذا ما يشجع على استمرار هذا الحوار وربما الدخول في حوارات اخرى مع الدول العربية لحل الكثير من القضايا العالقة الأردن مثلا الموقف السياسي في موضوع الملف النووي الإيراني الأردن شجع الـ 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 الوصول الـ إلى توافق ما بين القوى العظمى وإيران مرحبا. للحل السلمي لأن الأردن يرفض أن تكون منطقة الشرق الأوسط مكانا لسباق التسلح لانه هذا سيعرض كل المنطقه لمزيد من ال او ربما التوازن النووي الاسرائيلي الايراني بهمك ما هو هذا حل... هلا يعتمد كيف ستستخدم إيران السياسه الخارجيه الايرانيه موجود السلاح النووي اذا اذا على اذا على المعطيات اللي عمالنا بنشوفها يوجد حاله من عدم اليقين في قصه التعامل اللي فيه حسن نوايا مع المنطقه العربيه لكن عندما نسمع الخطاب الايراني نتمنى ان يتم ترجمته على الارض، وبالنهايه تعال يعني هو سواء ايران والعرب يدينون بدين واحد نبي واحد عليه الصلاه والسلام، في قواسم مشتركه يجب ان يسعى كل الاطراف او تسعى كل الاطراف لتعظيم القواسم المشتركه وتعظيم عمليه الحوار ويجب ان يبدا تبدا المساله من سوريا، نحن نعلم كم هو التاثير الايراني في سوريا نعلم كم هو التأثير الإيراني طيب. في طيب. كثير من القضايا طيب. العالقة في المنطقة شكرا دكتور خالد تفاعلات أخرى أيضا علي عواد عبر تويتر يقول نتمنى عودة السفير الإيراني وعودة العلاقات الأردنية وعودة السفير الأردني أيضا لطهران ماجد علي تقول إيران تنطلق نحو العالم ولا بد من علاقات طبيعية وخاصة معها نعم علي عواد عودة السفير الأردني إلى إيران أو طهران أستاذ أمير يعني أنا سألت سؤال أرجوك أه أه أنت ذكي في, الـ في, الـ في الاستقبال لكن أيضا أن تبادلني هذا الأمر بالإرسال إذا سمحش الأردن في عمق الخصومة السياسية للجناح المناوئ لامتداد إيران في المنطقة الأردن له علاقات طيبة مع الإمارات مع البحرين مع السعودية مع مصر اليوم هل هذه الزيارة ربما لأعادة نسج وفتح مغاليق الانسداد بين ايران وهذه الدول وهذا المحور كونكم ترون في الاردن عنصر اعتدال وله افق مقبول ربما بالحوار مع جميع الاطراف ممكن وايران تدفع بهذا الاتجاه وخاصه ان العلاقات الايرانيه العربيه باستثناء دولتين كلها طيبه وزياره الدكتور محمد جواد ظريف الى المنطقه الدول الخليجيه كانت واضحه زياره مهمه كانت لاربع دول ولاحظنا تصريحات الشيخ محمد أه بالراشدي يوم صحيح. أمس كانت مهمة جدا صحيح. أمير دبي وكذلك تصريحات المسؤولين في ال في دولة الكويت تصريحات سلطان عمان والآن التوجه الجديد والتطور الجديد في قطر أعتقد هذه كلها عوامل مؤثرة باقي الدول العربية ما عندك مشكلة يعني في شمال أفريقيا إيران ليس لديها مشكلة يعني لدي مع المغرب حلقة كان في المغرب بسبب يعني البحرين أن واتخذ موقف ايوه وحملات تشيع وما الى ذلك صحيح يعني لذا طيب. انا اعتقد ان الاردن يستطيع ان يلعب دور اساسي في هذا الاتجاه بسبب الحاله الوسطيه وبسبب يعني الثقه الموجوده لدى الايرانيين في القياده الحكيمه في المملكه الهاشميه وكذلك هناك مشتركات كثيره، انا اعتقد هذا الدور يمكن ان يكون دور تاريخي، صحيح هناك في سوء حتى مع المملكه العربيه السعوديه، طيب. انا اقول لك بصراحه غالبيه الامراء بما في ذلك خادم الحرمين الشريفين لديه رغبه جاده في ايجاد التواصل مع طهران، هناك بعض الصقور في الرياض يمنعون هذا الامر، هناك شخصين ثلاثه فقط، غالبيه الامراء لدى اليوم الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجيه الايراني لديه تواصل مع بعض الاطراف المهمه في الديوان الملكي علاقات جيده الشيخ رفسنجاني سيد حسن روحاني صيح. عندهم علاقات وامتدادات في المملكه العربيه السعوديه لكن بسبب الوضع الصحي للعاهل السعودي وكذلك للولي العهد هناك مشكله ظهرت بعض الشخصيات اثرت سلبيا على هذه العلاقات وتمانع اي تقارب بين الرياض وطهران لذا انا اعتقد بعد 22 2022 هناك زلازل ارتفاع الجنيفين بدء تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني. النووي الايراني وبدء مؤتمر جنيف السوري انا اعتقد هناك زلازل ارتداديه في المنطقه وخاصه فيما يخص الوضع في المملكه العربيه السعوديه نتمنى للمملكه العربيه السعوديه الاستقرار السياسي وان يعني استرجاع الدور الريادي في الحاله الايجابيه لانه في الحقيقه الحمائم في المملكه العربيه السعوديه قد همشوا بما في ذلك يعني اطراف ومحور الملك عبد الله بن عبد العزيز يعني أنا, هذا أعتقد هذا انا انا اعتقد شخصيا ان ما يحصل الان من تطورات خلال هذا الاسبوع الماضي هو يوحي بان الحمائم قد عادت لمسك الامور في الرياض، نتمنى طيب. لو حصل هذا، انا اعتقد ان الدور سيكون جيد، التواصل بين طهران والرياض سيكون جيدا، هناك زيارات لابد ان تتم، واتوقع زياره سريعه ربما للسيد وزير الخارجيه الايراني الى المملكه العربيه السعوديه، لوضع النقاط على الحروف، لمعالجه الملفات، لحل الاشكالات الموجوده بين الطرفين، لا يمكن استبعاد التفاهم السعودي الايراني للاسف الشديد هناك اطراف عربيه تسعى في الضغط على الدول الغربيه لعدم مشاركه ايران في جنيف سوريا هذا غير صحيح اذا كانت ايران اذا كان مطلوب من ايران ان تقوم بحل اساسي ومساعده الوضع في سوريا عليها ان تلعب دورها الطبيعي في المؤتمر لكن مع هذا نرى ان اليوم دكتور محمد جواد ظريف اعلن في بغداد واعلن في بيروت كذلك قال ايران دعيت او ما دعيت ستقوم بدورها الايجابي في ترطيب الاجواء بين الفرقاء في سوريا والمساعده طيب. على الحل السياسي شكرا لك استاذ امير يعني فيما يتعلق بالمشهد السوري الداخلي هذه اراؤك التي نحترمها ونقدرها ونعم السعودي لك الاراء الخاصه والتي ربما لا نقرك عليها لكن من حقك ان تطرحها استاذ دكتور خالد يعني استاذ امير يعني يقول كلام معقول يعني لماذا أيضا لا نجرب نحن ونغير في خيراتنا كعرب وكأردن بالذهاب مع إيران هذا ما قاله الناشط السياسي الأردني علي الداود في تقرير عدته شبكة إلاف وعده الزميل عامر الحنتولي بأنه ظريف في الأردن تجديد عرض صالحي أم طلب وساطة لماذا نغير يعني شوف فيها؟ الأردن ليس لديها ثمة معاناة ابدا، الاردن منفتح على كل الاطراف ويمد يده للحوار مع كل الجهات، لكن ايضا هناك مجموعة من الاشياء ينبغي على ايران ان تقوم بها، ليس ليس في الاردن لوحده، الاردن ليس له تأثير كبير على دول المنطقة، الاردن ربما يكون مفتاح للدخول في عملية حوار موسعة ما بين ايران ودول المنطقة، لكن ايران ايضا مطلوب منها يعني وهنا وهنا ثمة سؤال مطروح ليس في الدول العربيه ثم الدوله تتبنى موقف دعم القاعده او الجهات التكفيريه بالمقابل الدول العربيه ما ماخذ بان ايران تدعم مجموعه من الجماعات التي تكفر الاخر والاخر في المقابل ذلك يعني السنه هذا الامر يحتاج الى اعاده مراجعه في السياسه الخارجيه يعني هذه نقطه انا أعتقد غايه في الاهميه اذا اردنا اليوم ان نتحدث عن تعظيم الحوار العربي الايراني ينبغي ان تتم هناك مراجعات جاده في السياسه الخارجيه الايرانيه تجاه دول المنطقه هناك قضيه اساسيه العرب ايضا الدول العربيه معظمها تتخوف منها في السياسه الخارجيه الايرانيه هناك ثمة قراءات تشير الى ان حتى في موضوع التقارب الامريكي او محاولات التقارب الامريكي الغربي الايراني هناك تخوف من ان تيارات داخل ايران تسعى لان تكون شرطي اخر في المنطقه على ايران ان تقدم تطمينات ايضا للدول العربيه بانها لن تكون شرطي اخر في المنطقه عظيم. يؤدي عظيم. الى تهديد عظيم. مصالح هذه الدول عظيم. هذه الدول عظيم. آآ يعني آآ خالد يعتبر ايران مسؤوله عن جزء من هذا التطرف وتصدير المقاتلين الذين مروا بايران انا لا اتهمها وكما غيرها كما غيرها من الدول الاخرى استاذ امير باختصار لو سمحت لانه شرفنا عنها عن في مقابله لكم مع محطه اسمها او تي في تقول عن مساله التعامل مع الارهابيين والتكفيريين في سوريا قلت هناك عدة حلول للتعامل مع نحو 90 ألف وقبل شوي قلت أكثر من 190 ألف أكثر من 110 ألاف تكفيري في سوريا إما سينقلون إلى مناطق آمنة لاستخدامه في مناطق أخرى وربما يوجهون إلى مناطق أخرى هل تعتقد أنه يمكن التخلص بهذه السهولة من التكفيريين في سوريا ونقلهم إلى مناطق أخرى؟ لأنه مؤتمر جنيف اثنين سيركز على هذه الحالة وخاصة في اللقاء المرتقب بين الحكومة السورية وروسيا وأمريكا على هامش مؤتمر جنيف اثنين وهذه معلومه اين سيرحل هؤلاء التكفير هؤلاء اما ان يلقوا مصيرهم في الداخل يحترقوا نعم وهذا لا نتمناه نتمنى ان يصلحوا في الحقيقه لانهم شباب ولانهم مبرر بهم وغسيل مخ يعني او او يرحلوا كان من المفروض ان ياتوا الى الانبار ويشكلوا حكومتهم طبعا سنه كامله اشتغلوا عليها وهذا حديث طويل يطول كان احدى الخيارات الانبار هذا فشل الامر وكان شمال لبنان هذا كذلك فشل هذا الامر بسبب القاعده رفضت يعني القاعده الشعبيه لهذا الامر رفضت الان هناك حلول ثلاث اربع اماكن تشتغل عليها احدى الشخصيات الخليجيه على ايجاد البديل لهؤلاء وترحيلهم الى هذه المناطق اما حصرهم لأن امريكا لا تريد ان تكرر السجن السرق. ايوه الوقت حصرهم أي؟ نعم في حصرهم داخل سوريا في سوريا لا ما في مجال لأن لأنه تركيا والاردن رفضوا العبور عن عبر حدودهم طب الى اين يخرجوا هؤلاء سيرحلوا عبر البحر وربما بصوره خاصه ضمن اتفاقات جنيف 2 الى مناطق صحراويه اما في سيناء هذه فشلت الان واما شمال موريتانيا وإما جنوب السودان وإما مناطق أخرى ربما الآن تدرس يعني حتى بعض الأحيان طرحت على إريتريا بعض المقترحات. طيب عشرات الآلاف من الألوي نا. اللي بفتحها في إيران كيف نطلعهم؟ دولاك شوف دولك يعني أولاً قليلين جداً. عددهم عشرات الآلاف. عددهم قليل يعني حتى المصادر التي ضد هذه الدراسة الأخيرة التي صدرت في الكويت الذي أشرف عليها وليد طباطبائي ما يتجاوز عددهم سبعة آلاف شخص. كل الدراسة هذه أقوى دراسة أقوى دراسة أسيدي. فلذا أنا أعتقد الحديث عن فوق على فوق أي حد هؤلاء سيعودون إلى العراق هؤلاء غير تكفيرين هؤلاء لن يكفروا أحدا أتحدى شخص طيب. أن أسمع فتوى تكفيرية من هؤلاء صدراء ويقتلوا لا, لا ولا يقتلوا ذهبوا لحراسة المقدسات هناك لأنها تعرضت للخطر معلش أنا معلش محمد مقل... 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 م... لأن... 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 هذه المقدسات و ولحمايه مصالح الشعب في موضوع المقدسات أرجوك وأرجو أن أرجو. أرجو تكون رسالة واضحة يعني إحنا في المنطقة العربية الإسلام عمره 1400 سنة المقدسات الإسلامية هي مقدسات لنا جميعا آل البيت مصونون من كل مسلم عربي سني شيعي صحيح أي من كان السنة هي ليست السنة يحموها أه بالضبط لكن التكفيرين أتوا من الخارج فبالتالي طيب. أرجوكم التكفير لا تتحدثوا يا طيب الشعب السوري بريء منها التكفيرون أتوا من الخارج شكرا لك يا دكتور أجلد. المقدسات هاي كما يا يعني علامة استفهام هل هي حقيقية ولا جزء من وهم التاريخ أحيانا نعم. كل احترام لكل مشاعر الناس صواريخ. نعم. سيدنا عمار أفضل دليل كل الاحترام كل الاحترام لكل مشاعر الناس شكرا لك استاذ امير موسوي مدير مركز دراسات الاستراتيجيه والعلاقات اللي الدوليه اللي في طهران شكرا لتفضلك بالحضور والنقاش استاذ امير شكرا لك دكتور خالد الشقران مدير مركز دراسات اشكر لكم متابعتكم اعزائي المشاهدين نلتقي مساء غد في امان الله